رح نروح لتالي محطاتنا ورح نحكي اليوم عن موضوع بيخص الأسرة وخصوصا اللي عندهم أطفال صغار بالعمر. يمكن بالعادة ببداية الزيارات والمناسبات أو حتى دخول المدارس في بعض الأطفال بيعذبوا شوي أهلهم، بيستحوا يفوتوا يسلموا على الضيوف، بيستحوا يروحوا على المدرسة أو يتعرفوا على أي حدا. يمكن هاي الحالة ما عندك ياها فرح. لا سلمى، الله يحمي العباس. شكرا سلمى، بس هي يمكن فروق فردية بتكون بين الأطفال وبعض الأطفال سلمى اللي أنا بشوفها بالمحيط الموجودة فيه، يمكن عندهم حالة من الخجل، نحن بنسميها، ما بعرف إذا هو التسمية الصح، حالة من الخجل عند الأطفال خاصة بالمراحل العمرية الأولى من 3 سنين 4 سنين. هذول المراحل لما كان صغير كتير ما كان يسلم على الكل، تمام، هلأ لما كبر شوي فرقت. أي أكيد هذا الشيء أكيد رح نحكي عنه اليوم، الخجل عند الأطفال هل ممكن يأثر على مستقبل الأطفال بشخصيتهم وتكون شخصيتهم انعزالية أو انطوائية؟ هذا الشيء اللي بسبب حالة من القلق والخوف عند أغلب الأهالي، هل هي حالة مؤقتة ممكن الطفل يكسرها ويبني شخصية قوية وشخصية اجتماعية في المستقبل؟ طبعا هي الأمور رح تجاوبنا على دكتورة رولا صيداوي اللي دائما تعطينا كل الأجوبة بتكون عندها. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. صباح الخير. خلينا نبلش نحكي هي الحالة اللي هي تسمى بالخجل عند الأطفال من عمر صغير بترافقهم، ويمكن مثل ما حكيت أحيانا في منهم لا بس يبلشوا يكبروا شوي تختلف عندهم بيروح هذا الخجل. إيمتى ببلش يتشكل الخجل عند الأطفال بالعموم؟ منعرف الخجل بداية هو مشكلة سلوكية. هلا طبعا هي أقل خطرا من باقي المشاكل السلوكية أو المشكلات السلوكية عند الأطفال، هي نوع من أنواع الرهاب الاجتماعي تنشأ منذ الطفولة، تسبب نتيجة هي بتكون خوف وتوتر وقلق عند الطفل لأسباب متعددة نذكرها بال يعني من خلال اللقاء. تنشأ من الطفولة، بتبدأ من العمر تقريبا 3 سنوات لا يعني تستمر 4 سنوات 5 سنوات. لاحظي الطفل بداية بتلاقي منطلق العمر سنة سنتين لحد 3 سنوات، طبعا إذا كان الأمور جيدة التربية سليمة منطلق بيسأل شو ما بده، بيحكي شو ما بده، بيجي هون دور التربية يا منعزز هذا الشيء عنده يا من حسب التربية وحسب البيئة اللي عايش فيها. يعني خلينا نقول الخجل هو نتيجة تربية وبيئة موجود فيها. نعم. لأنه دكتورة بشوف أنا بعض الأهالي يمكن بيسندوا هذا الشيء الخجل يمكن لأنه مثل ما بنقول الولد ما عم يشوف أولاد، الولد ما عم يختلط. تماما الولد ما عم يختلط. خلينا نميز أول شيء بين التربية وشو هي الأخطاء اللي بيوقع فيها الأهل حتى ينتج عنه طفل خجول، وشو هو يمكن حالة الاندماج الاجتماعي اللي ممكن يعيشها الطفل وتخلصه أيضا من هاي المشكلة. نعم. هلا ذكرتي سؤال مهم حضرتك، هو اسباب يعني هي الاسباب اللي ادت انه يصير هذا الطفل، او قد يكون الطفل بعمر الطفوله هو كثير منطلق واندفاعي وعنده الروح الاجتماعيه بطبيعته كائن اجتماعي، وخاصه الاطفال يعني ما في اي شيء بيعيق امامهم انا بلاحظ. فبتجي احيانا بالطفوله فتره المراهقه بينقلب بينعكس بصير عنده خجل ما بيكون عنده بالطفوله، واحيانا العكس. الأسباب كثيرة، هلأ منا تقليد الوالدين، منا ذكر كلمة الخجل بشكل مستمر أمام الطفل أنه لازم تكون عيب تسأل لا تسأل لا تطلب شيء من حدا، حدا قال لك دوما اعتذر، يعني مثلا حتى إذا عم يضيفوه للطفل هو بطبيعته فبيعتذر دوما بيخجل يقول، تعزيز عدم تعزيز ثقته بنفسه، انتقاده الاستهزاء بالطفل منذ الصغر وخاصة أمام الآخرين، هي كلها بتؤدي للخجل وللانطواء. قاتلة هي التصرفات طبعا. فهي التربية هو سلوك مكتسب، في كتير عادات ما في ما بيدمج الطفل بالأنشطة الاجتماعية، انتم بتعرفوا النشاط الاجتماعي كتير بيعلم الطفل، بداية المدرسة بيعانوا كتير الأطفال والأمهات خاصة بالمراحل الأولى لما بيروح للمدرسة متعلق بأمه ما بيروح ولا بيجي، هو يعني كل عالمه هو الأسرة والبيت، فبدأ يروح ليندمج لعالم كبير خصوصي بداية المدرسة، هي كلها أسباب بتأدي. ضرب الأطفال أكيد بتأدي كمان، بصير عنده يعني خوف، بصير عنده نقمة، بصير عنده إذا أخطأ بأمر معين ما بيصححوا له هذا الخطأ، العقاب بيكون كتير شديد، هي كلها أسباب بتأدي للخجل. طيب دكتورة رولا خلينا نحكي أكثر اليوم العلامات الأساسية اللي ممكن الأهل يشوفوها عند أطفالهم ويعرفوا أنه الخجل اللي عندهم تحدى الخطوط أو الحدود الطبيعية. في ناس بيقول لك أنا ابني مؤدب،
ياكل او ياخذ اي شيء اذا ما حدا ضيفه اذا ما حدا قال له، هي بيكون من اساسيات تعليم البيت يعني. تمام. فكيف انا بقول لا هذا الولد ما نو بحدود طبيعيه، لا هون في خجل زياده على اللزوم. نعم. هلا هو نحن قلنا الخجل هو من المشاكل او مشكلات، مشكله من المشكلات السلوكيه الاقل خطرا، لكن هذا الكلام لا يعني انه ما نعالجه، بده علاج، لانه اذا تفاقم بصير فيه نصل لمرحله بعد الخجل عنا العزله والانطواء. تمام. بعد العزله والانطواء فتنا ب قد يكون مرحله من مراحل الاكتئاب، فهو ده بده علاج. لما بيشعر انه الام او الاب، بنأكد على دور الام لانه بعتقد بالمراحل الاولى هي دوما مع ابنها اكيد يعني، منأكد على دور تدمجهم، تكون هي تشوفه تلاحظه، إذا ما بيحب يروح بيجي ضيوف ما بيحب يطلع، عادة الطفل أول ما يجي ضيف بيشعر بالسعادة الكبيرة جاي ضيف لعنا، بده يلبس وخصوصي البنات بتغير ثيابه تلبس كل شيء عندها جميل ومرتب، وخاصة البنات بالأعمار 5-6 سنوات هذا العمر الصغير أو الصبي، فهون بده هو يقعد بده يقوم يساعد أبوه أو يساعد والدته بالضيافة تقديم الضيافة، هالأمور كلها ما بيقوم فيها الطفل، هون بده تنتبه. ما بيحب مثلا ما بيحكي ولا كلمه، بنظراته بيلاحق امه بنظراته، خايف يحكي، اذا سالوه سؤال بيطلع بامه او بابوه. هلا هو هون ممكن تكون الام والاب نتيجه انه لا تحكي عيب اذا ما اجى دورك او امام الكبار خوفوه زياده، صار عنده يعني خوف من انه يتكلم او يحكي بصراحه، انتقدوا عليه كل كلمه لا تحكي لا تقول، يعني هذا الشيء بيخلي عنده ردة فعل سلبية منقول عنها. هاي الأمور كلها إذا لاحظتها الأم على رهاب، ما بيحب يطلع على التجمعات تحت مثلا عندهم حديقة على فراد أو بالحدائق العامة، ما بيحب يلعب ما بيحب بيخاف قد مثلا أن يستهزئوا فيه. هلأ كمان في أحيانا الطفل اللي بيكون عنده بعض الأطفال هاي لهم مشكلة أو نوع هنقول حالة خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، هون بيكون عندهم خجل بس هون لهم أسبابهم، هون ما فينا نقول مثل أي طفل عادي. نعم. بدهم اهتمام فيهم بشكل خاص وأقل مثلا بالنسبة للمراحل التعليمية عنده خجل، إنه المستوى الاجتماعي عنده أقل من غيره، فينا نقول انعزال وانطوائية بعدين الاكتئاب. نعم. اللي ممكن يدخل فيه العلاج الدوائي في حالة فاق حالة علاج الطفل كيف بتبدأ شوي شوي، خاصة إذا الخجل عنده بعمر 5 سنوات اللي ممكن إحنا نقدر نضبط هذا الخجل. الدور بداية بالأسرة بيبدأ، دور للمرشد التربوي للمعلم بالتعاون مع الأسرة، بدنا أول شيء لما بيحكي الولد نصحح له، الطفل يحكي نصحح له لكن ما ننتقد عليه بشكل قاسي وأمام الآخرين، ما نستهزئ، أخطأ يعني على فرض أنا مثلا ابني نزل اشترى مثلا أغراض ضوع المصاري ممكن، لما أنا بكون قسوي عليه بشكل كبير مرة مرتين بصير هو بيخاف وما بحب ينزل وبصير بيخجل بصير بيخجل يحكي، لما هو بيحكي شي كلمة وأنا أمام الناس أو الضيوف بيجي بنطقطه بشكل قاسي كمان هذا الشيء أنا عم سبب له نوع من الخجل. هلا نحن بدنا نحاول ما نستهزئ فيه، نرمم له إذا عنده مشكلة معينة، نساعده ندمجه بالأنشطة، في عنا أنشطة كتير نمزجة يعني عن طريق النمزجة مثل مثلا مسرحيات يشارك هو فيها، إلقاء كلمة ممكن على مستوى البيت، أنا ممكن أنا مثلا مع أولادي لو كل واحد يقول اليوم قصة شو صار معه، هي العملية بتدربه بداية مع الأسرة بعدين بيطلع بالمدرسة، بنحاول نتعاون مع المعلم أو المرشد التربوي بالمدرسة إنه هو يساعده، يعني كتير بيعانوا المعلمين إنه الطفل ما عم يتجاوب معنا، بيكون شاطر بس ما بيحب لا يطلع ولا يسمع ولا يسأل سؤال نتيجة خوف نتيجة عدم ثقة بنفسه كمان. فهذا الشيء بده يتعاون الأهل مع المعلم يدخلوه بالأنشطة، نشاط رياضي ممكن مسرحيات هو يقوم بهذا الدور يمثل مسرحية، في رحلة يروح بهاي الرحلة. هلأ أحيانا من كتر الدلال الزايد بصير عنده خجل، مش من كتر الحرمان الطفل، من كتر خوف الأم عليه بصير عنده خجل، يعني ما بتحب تبعته لا نشاط ولا أي شيء يشارك بالمدرسة بصير عنده هذا الخجل. لهيك كان بدي أسألك دكتورة عن بعض التصرفات اللي ممكن بيقوم فيها الأهل من غير ما يحسوا، مثلا بيكون ابنهم كتير نشط بيقوم بيصيروا حاولوا يقيدوا الحركة تبعيته أو بيقولوا لك لا ما بيصير دائما يقولوا له ممنوع عود ما تعمل، هذا الشيء ممكن هو يأثر ويخلي يصيبه الخجل حتى لو هو ما كان هيك؟ أكيد يعني هو أكيد النقطة في نقطة أنه بيقيدوا له حركته، هو عنده طاقة وعنده اندفاع الطفل، فهي الطاقة الإيجابية الحيوية والنشاط بده يفرغها، يا بده يكون بالمدرسة يطلع طفل مشاغب يتعاقب من المدرسة بده يصير عنده يصير تقصير بالدراسة، يا بده يفرغها بالبيت يا بملعب يا بحديقة، طب إذا بالملعب وحديقة ما عم يروح وبالبيت كتير كبتنا الطفل وبالمدرسة، فهو وين بده يفرغ هاي الطاقة؟
فهو بيشعر بنفسه يعني هذا امر طبيعي، هذا بتكوين الطفل بده ينمو، هذا امر طبيعي حتى لينمو عقله يعني. يعني هو تكون بهي المرحله عنده كثير وبده يسال اسئله كثير، اذا كل ما يسال اسئله لا بننسكته وانت ما بتعرف وبس لا تسال، وبيجينا حدا ما بتسال ولا سؤال، كثير في امهات هيك بتقول لاولادها، فهذا بده يصير عنده امر طبيعي يسال، قد يسال اسئله محرجه للضيف، فالام من خجلها انه ما بدها يعني تخجل الضيف، فهي بتنبهه اصحك تسال او شيء، او لو بتفوت تقعد قدام الضيف كمان هي كثير بتسبب له. يعني تخيلي انت طفل هو بكل براءه وبده يفوت ويتعرف على الضيوف اللي جايين، نحن بنحطه بغرفه ثانيه بنحبسه ما بتطلع لبرا، طب هذا شو بده يصير معه على عده مرات؟ مو بس خجل، بصير اكثر من خجل، يعني هو نوع من انواع الرهاب الاجتماعي، بخاف بصير انا إنه بدي اسالك دكتوره على المدى القريب للطفل من 3 سنين و4، هذا العمر اللي عم نحكي عنه نحن بالتفصيل، بنشوف بعض الاطفال ممكن يتاخر النطق عندهم، تمام. بعض الاطفال يصير عندهم حاله من التأتأة. ما بيكون في، ما بتقدري تفهمي الجمله، وممكن تعرفتي دكتوره حاله التأتأة يلي مزعجه بالنسبه للاهل وحتى للطفل، وغيره من مشاكل النطق والمشاكل الاجتماعيه ورفض الاخر، رفض وجود اي طفل اخر. تماما. خلينا نحكي عن النتائج السلبيه على هذا المدى، المدى القريب بهدول السنوات. هلا النتائج السلبيه هي في عده نتائج، هلا بتجي هي نتيجه مثلا حكى الطفل صراخ، بيصرخوا عليه انه هو اخطا، طب اخطا هو ايه بس ما له نهايه، نحن بنقول الحياه يعني. على عده مرات صار عنده رده فعل سلبيه، هلا صار يخاف يسال بالبيت، صار يخاف يتحاور، طبيعي الولد بيتحاور مع ابوه مع امه، بيسال اسئله كثير واسئله ذكيه على فكره، كمان صار يخاف، طلعنا لمجال المدرسه صار ما بيحب او بيخاف يسال، حتى اذا بده يسال رفقاته صار عنده خوف، هلا بصير هو لحاله ما بيحب يندمج مع رفقاته، هاي كلها من الـ 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 السلبيات بدها تصير معه، من النتائج السلبيه بدها تصير معه نتيجه الخوف او نتيجه الدخول او الرهاب الاجتماعي اللي صار معه، ما بيحب يندمج مع رفقاته، يعني بحس حاله انه هو بعيد او بده يحكي، صار معه بيتلبق او بيشعر حاله. هلا في اطفال بتحسي من صغرها هي مخصصه لتطلع انه يعني لها مكانه وبيساعدوها الاهل، في اطفال بيكون هي هذا الشيء عندها لكن الاهل للاسف بيكبتوا له هذا الشيء، قد يكون المحيط البيئه اللي عايش فيها، فاحيانا رفيق بالمدرسه بيخوفه بيهدده كمان بصير عنده كمان خوف، يعني احيانا في منافسه بين الاطفال، هلا هي بدك تقولي على بساطتها لكن هي بتاثر نتائج سلبيه، أكيد. ممكن يهدده ممكن يخوفه، وخاصه بالمراحل الاكثر، مو 3 4 سنوات لا اكثر من هيك، بس ما وعيه منيح على حالات التنمر تماما مثلا بالابتدائي، فممكن هو شاطر بيصير بيقول له اذا بتطلع ممكن بعد المدرسه نتجمع عليك نضايقك، يصير عنده خوف وما يحكي لاهله، هي الامور كلها بتساعد، يعني هي كلها بتصير نتائج سلبيه نحن بغنى عنها اذا ما تعالج الموضوع من بدايته. نعم. طيب دكتوره رولا، بما انه بلشنا هيك وحكينا شوي عن العلاج، خلينا نتفصل اكثر بجزء العلاج السلوكي، يعني اليوم الدور اللي موجود على الاهل والموجود حتى على المحيط، كيفيه التعامل، يعني يمكن هي المشكله بتكون الام كمان عم تعالج تصرفات عندها، لانه هي تعودت تقول له لا وما تساوي هيك وما تعمل هيك، فحتى هذا رح يأثر عليها بالتربية بشكل عام، فكيف ممكن نساعد الأهل أنه يعالجوا الأطفال اللي بيعانوا من مشكلة الخجل؟ هلأ إذا كانت العلاج بتقدر الأم والأب بدون ما يستعينوا بمرشد أو يعني مرشد نفسي، مرشد سلوكي، موجه تربوي، يا حبذا، لكن إذا كان الأمر تفاقم لا بدنا نستعين، هذا أمر طبيعي وأمر عادي يعني، وصار مطروق وصار يعني مستحسن عادي يعني الأطفال بكل أريحية. فهون النقطة اللي احنا بدنا نقول عنها، إذا كانت في مشاكل معينة مثلا الطفل هو صار وقع صار عنده خوف، خجل زايد، هي بداية انه التردد الانطواء، هون دور الأهل احنا قلنا في أنشطة معينة، أول شيء بدنا نعلمه الحوار، يعلمه يحكي ويناقش ويبدي رأيه، وأنا بالأسرة كأم له حق يقول رأيه بالطبخة اللي بدي أطبخها وبالمكان والمشوار اللي بدي يروح فيه وبزيارة بدي يروح فيها وبدي يجي لعنا ويسألني وأنا جاوب بكل أريحية وما أتذمر فيه، هي أبدا هي النقطة. النقطة الثانية ما يكون عندي أنا كمان خجل، كمان إذا أنا عندي خجل كبير كمان بده يتعلم مني. نعكس على الطفل. النقطة الثالثة إذا في أنشطة
ملعب، برياضة، بحديقة، ندمجه فيها، نسجله نشاط. دوما النشاط اللي إذا عنده هواية موسيقى، رسم، هواية الرياضة، بحب أي نوع من أنواع الرياضة، مسبح، هي كلها بتعمل لهم اندماج مع لحظي مع الأطفال، يعني خاصة المسبح اللي بتعلموا السباحة أو أي يعني هواية بحبوها بننمي له إياها، هذا بصير بكسر له حاجز الخوف. هي كلها الأم بدها تقوم فيها والأب هذا دور كبير. في عنا طلعنا لأكثر من مدرسة بدنا نتعاون مع المعلم، كثير ضروري لحتى نحن نقدر ندمجه والمعلم يتعاون معنا ونحن نتعاون معه حتى نقدر نطلعه من حالة الخجل أو الخوف من الاندماج مع العالم أو مع المحيط اللي حواليه. أكيد يعني معلومات جدا مهمة دكتورة، بدنا نتشكرك أكيد كل الشكر، نتمنى يكون في هذا الوعي، ما بدنا نكسر شخصية الطفل. أكيد. التربية كثير بتفرق دكتورة طبعاً عن طبعاً. كسر شخصية الطفل. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم.